السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أعزائي في حل سؤال جديد من أسئلة الفيزياء العامة وقوانين نيوتن. ولدينا في هذا السؤال كتلة مقدارها 2.5 كيلوغرام على منحدر يميل بزاوية ثيتا. إذا كان معامل الاحتكاك السكوني بين المنحدر والكتلة معطى، وطالب مني إيجاد أقصى زاوية ثيتا يمكن أن يصنعها المنحدر قبل أن تبدأ الكتلة في الانزلاق. طبعا احنا بنعرف من خلال تصورنا لهذا الشكل انه كل ما قمنا بزيادة الزاوية ثيتا كل ما ساعدنا هذه الكتلة على انها تنزلق على السطح المائل، واللي مسكها في الحقيقة هو قوة الاحتكاك. طبعا عشان نحسب هذه الزاوية بدنا نحلل القوى ونشوف تطبيق قانون نيوتن، ومن ثم نقوم بإيجاد المجهول الزاوية ثيتا على اعتبار أن الحركة هنا تساوي صفر لأنه حالة سكون، وبالتالي نحن نبحث عن أقصى زاوية تبقى فيها الكتلة ساكنة. خلينا نشوف مع بعض كيف ممكن نحل هذا السؤال. أول قوة لدي هي قوة وزن الكتلة، وطبعا بغض النظر كانت على سطح مائل أو على سطح مستوي فإن دائما الكتلة عمودية إلى مركز الأرض، وأعطيها القيمة أم في جي اللي هو الوزن. وكذلك يوجد لدي قوة التلامس العمودية وحنعطيها الرمز N، وأيضا يوجد لدي قوة الاحتكاك. طبعا قوة الاحتكاك هي حتعمل في عكس اتجاه رغبة الكتلة في الحركة، فبالتالي إذا كانت الحركة إلى أسفل المنحدر فقوة الاحتكاك حتكون في الاتجاه المعاكس، وهذا حنعطيها اللي هي قوة الاحتكاك السكوني F static F S. هيك أنا بكون حددت القوة المسؤولة عن اتزان الجسم على سطح المائل. بنحتاج الآن إنه أشوف محاوري X و Y، فإذا اعتبرت إنه محور X و Y هما المحاور المتعامدة بهذا الشكل، فهنا نجد أن كل من النورمال فورس وفورس أوف فريكشن أو قوة الاحتكاك لا تقع لا على محور X ولا على محور Y. فخلينا نعمل عملية تدوير بسيطة بهذا الشكل بنفس قيمة الزاوية الانحدار، وهيك أنا بأضمن إنه كل من N و F تقع على محور X و Y. فإذا افترضت على الأسفل هذا هو محور X الموجب، هذا X الموجب، وفي الأعلى هذا هو محور Y الموجب. إذن أنا عندي هنا قوة الوزن بحاجة إلى تحليل، مع العلم بأن الزاوية ثيتا المطلوبة هي نفس الزاوية ثيتا، وأوضحنا في حل مثال سابق كيف أنه هذه الزاوية وهذه الزاوية متساويتان. خلينا الآن نبدأ بعملية التحليل. عندي المركبة MG المجاورة MG كوساين ثيتا، ولدي على محور X المركبة MG ساين ثيتا. بهيك بكون حصلت على جميع المتجهات، وبالنسبة للمتجه الأصلي هحطه بلون فاتح حتى أعتبره أنه كأنه ما كانش موجود. سبيلنا لحل هذا السؤال هو تطبيق قانون نيوتن الثاني summation of F تساوي M في A، ولأنه على محور X ومحور Y لا يوجد أي نوع من التسارع فبالتالي هذا حيساوي صفر، وحطبق هذا القانون على مرة على محور X وحطبقه مرة تانية على محور Y، وفي كلا الحالتين حيساوي صفر. خلينا مع بعض الآن نشوف على محور Y ماذا لدينا. إذا أنا عندي على محور Y summation of F Y حيساوي صفر، وبالتالي أنا في عندي اللي هو إلى الأعلى بالموجب النورمال فورس ناقص MG كوساين الزاوية ثيتا، وهذا حيساوي صفر. نستنتج من ذلك مباشرة أنه الـ N اللي هي النورمال فورس بتساوي M في G في كوساين الزاوية ثيتا، وهذا طبعا هتلزمني في إيجاد الفورس أوف فريكشن. بالنسبة لمحور X فأنا عندي هنا على محور X أيضا summation of Fx حيساوي صفر، وذلك لأنه الجسم ساكن ومطلوب أنه يكون ساكن. وانتبه هنا انه عندي بالموجب MG sin ثيتا لانها مع محور X الموجب، وتقابلها في الاتجاه السالب F الاحتكاك، فحيكون عندي MG sin الزاوية ثيتا ناقص قوة الاحتكاك FS، هذا حتساوي صفر. بما انه FS تعطى بمعامل الاحتكاك السكوني معطيني اياه مضروبة في النورمال فورس، إذا FS في الحالة هذه حتساوي معامل احتكاك ميو اس في MG، هعوض عن N بقيمتها اللي هي MG كوساين ثيتا، إذا MG في كوساين الزاوية ثيتا، وبالتالي بتصبح المعادلة اللي هي MG ساين
الزاوية ثيتا، والناقص اف اس حوديها على الطرف الثاني، وأيضا هعوض عنها بميو اس. إذا هذه حتساوي ميو اس اللي هي معامل الاحتكاك السكوني في ام في جي في كوساين الزاوية ثيتا. وطبعا أنا ما رضيتش أعوض عن الكتلة وعجل الجاذبية الأرضية، لأنه في النهاية حتختصر ام جي مع ام جي، حتختصر مع بعض. يتبقى لي ساين ثيتا الزاوية ثيتا مقسوما على كوساين ثيتا، حتساوي معامل الاحتكاك اللي حيلعب دور كبير جدا في تحديد زاوية الانزلاق. طبعا هنا ساين على كوساين بتعطيني تان ثيتا، اللي حتساوي تان ثيتا حتساوي قيمة ميو اس اللي اعطاني اياها 0.35. اذا ثيتا حتساوي تان انفرس ل 0.35، وحنشوف على الحاسبة ايش بتساوي، تطلع معايا 19.3 درجة. وهذه طبعا اقصى زاوية يمكن ان يمتلكها السطح المائل. واذا زادت هذه الزاوية عن 19، يعني صارت 19.5 مثلا، سيبدأ الجسم هذا في التسارع الى الاسفل، وبتكون هنا انتقلنا من الحالة السكونية الى الحالة الحركية. ولاحظ معايا هنا انه قيمة الزاوية ثيتا تعتمد اعتماد كبير جدا على مين؟ على معامل الاحتكاك السكوني. ومثل هذه التجهيزات يمكن من خلالها ايجاد معامل الاحتكاك ببساطة، من خلال وضع الاسطح المتلامسة ومن ثم زيادة الزاوية، وعندما يبدأ الانزلاق بنقيس الزاوية ونعود بذلك وبنحسب قيمة معامل الاحتكاك. هيك بنكون حلينا هذا السؤال، وحتى نلتقي بسؤال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.